ان شاء الله <applause> ساري الصوت مليح نبدا ولا كمال نعيمي ولا واحد لنا برك عندنا السينيال شوية برك قوي شوية نديرو الفيديو هذا إن شاء الله خفيف نتكلمو فيه لوحد النيق زدت تلت نقاط برك بو عادو بالله مشيت الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عندنا تلت نقاط نتكلمو فيهم على قضية الحال وهي تسوية مشتوبية الجيش الوطني الشعبي من جميع الفئات سلام الله عليكم الصوت لكان مليح يرجعنا واحد برك ونبدأ إن شاء الله في الفيديو هذا بو. اولا نتكلم على القضيه القضيه تاع مشطوبي الجيش الوطني وين عادت ورانا حنا نستناو ديما الله يوفق عمر حنا القضيه تاعنا تاع بيد الجيش الوطني الشعبي اللي من سنه 2020 ملي دفعنا الملفات اليوم ما يخفالكمش انه التسويه اللي تريقلوا فيها الوقت الحالي اصحاب الملفات العسكريه الامراض المنسوبه الامراض المنسوبه والملفات المدنيه الامراض المنسوبه اما باقي ب اما باقي الامراض بالملفات المدنيه والعسكريه بقات حبيس الادراج ومازال ما تمش الفصل فيها الفصل في القضيه تاعنا مع وزاره الدفاع او الحكومه او الدوله راح تحال تحال الى البرلمان ومجلس الامه ما يخفى باش يروحوا للمصادقه ونديو انا كيفاش يصنفونا حنا اسكو في المصالحه ولا يعطيولنا اسم ولا بفئه تاع قدماء الجيش مشاركين في حاله طوارئ وحفظ النظام او حاجه خلافيه على ربي فرحة تكون تكلمت اليوم مع الجهويين تكلمت اليوم مع الجهويين التوفيق و رضا دحماني وهواري بن عدله شطي عبد الحفيظ وعثمان من بشار باش ان شاء الله الاسبوع القادم بالحد نكونوا في الجزائر العاصمه باش نكونوا في تكون عندنا زياره للبرلمان لجنه الدفاع وتكون زياره لمجلس الامه ولد ابراهيم الخمس جهويين ان شاء الله وانا نكونوا في الجزائر العاصمه قلت لك باش نروحوا لعند هاد النقاط هادو باش الاستفسار على القضيه نتوما راكم في الولايات وتعرفوا البرلمانيين تاكم باش تشوفوا معاهم ان شاء الله وحنا عندنا بعض الزملاء في البرلمان ومجلس الامه كذلك نقوم بالاستفسار ونشوفوا كيفاش تحال في هادي هذه باش يحال الملف هذا على البرلمان ومجلس الامه المصادقه والله التزكيه احنا شلين اللي به وهضرناه في بني مسوس في نادي الجيش يوم انه كلمه المصالحة احنا ما نسويوش بها احنا كعسكريون سابقون ما عندنا حتى دخل حتى دخل في تسمية المصالحه الوطنيه يعني نقول هنا في الفيديو القياده يتفرج الحكومه يتفرج ان يعني كان انا كفرد كعسكري سابق كعسكري الان اصبحت من قدماء الجيش الوطني الشعبي مشارك في حاله حرب ضد الارهاب انا كشخص نتكلم على نفسي كشام عيسى رقيب اول من سلاح القوات الخاصة دفعة 92 يعني انا لا كان نتسوى باسم ولا بالصفة المصالحة الوطنية ما نحتاجهاش والاغلبية ما تحتاجهاش بويسك حنا الدولة باش نترنجاو مع الدولة المصالحة الوطنية دارتها الدولة بينها وبين فئة ويعرفها العام والخاص وهي مجموعة إرهابية مجموعة مسلحة تصالحوا ترانجاو بيناتهم سموها المصالحة أنا كشخص لا يعنيني ولا لا تعنيني هذه التسوية إن شاء الله وتعود فيها ما فيها أنا ما نديهاش هذه التسوية وما نحتاجهاش أنا نحوس على تسمية تاع عسكر سابق في مؤسس وزارة الدفاع قدم كل ما يملك من اجل الجزائر ضد 15 دوله امرت على الجزائر انا نحوس على صفه باهيه نحوس على الصفه اللي تعطيوها لنا باش نتسواو تعطيو تسمية باهيه كقدماء الجيش المشاركين في حاله طوارئ ولا حرب ونديو حق ولا نتسواو ولا ملف هذا يفوت عن طريق المصالحة الوطنية أنا واحد من الناس ما نتفاوض عليها ما نهضر عليها ما نديها ما نحتاجها ونطعم فيها أنا نطعم فيها وما نحتاجهاش وما نقدرش نقول أنا تسويت مع المطلب تاعنا ماهوش كبير طالبين من دولة بحجم الجزائر اللي ربي يسترها ويحفظها من حجم الجزائر طالبين مطلب وهو الكرامة معاش وتأمين دائم وبطاقة العطب هذا ما طالبين من الدولة باش تنصفنا المطلب تاعنا ما هوش كبير والتسمية تاعنا لازم تكون باهية وكبيرة ومحترمة للرجالة مش إلى مش يجينا اللعب وإحنا هنا والله نديو صيفة مش إحنا رانا رجال وقفنا مع الدولة بفباهية هذه النقطة إخواني المناضلين القضية تاعنا ستحال على البرلمان للمصادقة على التسمية وعلى المبلغ وكيف يديروا الفئة هذه ويتولها لاسم تبعوا صفحة في البرلمان الشهر هذا إن شاء الله تبعوا الصفحة تاع البرلمان الكبيرة والصغيرة وعلقوا فيها والمطالبة بكرامتنا والتعليق يكون في محله التعليق يكون يكون باهي ماشي روحو كتب ولا قيس ولا هضر هضرة زايدة نهضرو على القضية ونطالبو باش نتريقلو ان شاء الله القضية تاعنا راهي شريفة المطالب اجتماعية ما عندناش حاجة كبيرة لهذا قلت لكم تكلمت مع الجهويين باش نكونوا في الجزائر العاصمة الأسبوع المقبل من السبت إن شاء الله نطلع والله الحد نقعدوا ثلاثة أيام ولا في العاصمة القضية وين عدت وكتاش والجدوى والجدول تاعها وكتاش راح تكون أنا قلت غير الجهويين اللي يجيو للعاصمة غير الجهاويين اللي يجيو للعاصمة وممكن يكون منسق الولاية العاصمة هذا بيكون في العاصمة ما يطلع حتى واحد للعاصمة وحنا رايحين نستفسرو ورايحين الادارات اللي يفوت عليها الملف هذا لا 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 العطلة ولا المشكل وين صاري او راه صاري في التسمية تاعنا وفي الملف المدني هذا وحنا طالبنا عدة مرات باللي التسوية تاعنا متبقاش مربوطة بالملف الملف هذا ممكن عسكري دارو ضعيف ممكن ما عرفش ممكن دار بمرض غير منسوب ويبقى حنا قلنا الدولة تعطينا حقنا وكرامتنا على الشيء اللي خدمناه ما نتعاملوش بالملف الملف الطبي هذا نساوه حنا نحوسو على كرامتنا كمشاركين في العشرية السوداء كمحاربين كمنسوبين للجيش الوطني الشعبي في وقت ما هذا باش نطالبو المشكل تاعنا ما هو في صندوق المعاشات العسكرية في النواحي عند المديرين ما هو عند المديرين المركزيين شو الاجتماعي لواد حماني ولا مو مد... النطق الرسمي ولا زيد ولا بوزيد المشكل تاعنا درك على التسميه وكيفاه نسواو حنا باش الملفات كامل تستقبل كعسكريون سابقون و نديو وحقنا يفوتوا على البرلمان ومجلس الامه حنا ان شاء الله نروحوا للنقاط هذو في زوج ونشوفوا الجدوله ونشوفوا البرنامج كيفاه هذا راح نقول لكم وان شاء الله وان شاء الله كيما نتمنوا هاني حنا ما على بالناش الناس بعض المشطوبين بعض المشطوبين اللي نقول انا ربي يهديهم ما يديروش فيديو موجه للدوله طالبه الحقوق لا يديروا على الفئه فلان ما يديش وفلان يدي وهذا يكتب لي في التنسيقيه تاع نهايه العقد وهذا يكتب في التنسيقيه تاع الغير منسوبين وهذاك الغير ما عرفواش وهذاك الغير وهذاك التنسيقيه في الفيسبوك الصفحه تاع قصير المده واحد طويل المده واحد لي روطار ديلي حنا قلنا الدفاع بشراسه على جميع الاسلحه وجميع حالات الشطب تمنية اللي ذكرناها الناس كامل كانت خندق واحد كومبا وحده عالم واحد مؤسسة واحدة نحوسو على حقنا كيما رانا نديو واحد ما يتنوى بدون تهميش لأي فئة بدون إقصاء لأي فئة نبقاو مع بعضنا إن شاء الله وربي يوفقنا اللي قاعدين يديرو في فيديو ويقسمو واحد يقول تنين وتسعين تسعة وتسعين واحد دو دو واحد دو ميل أنا نقولكم ربي يهديكم اللي قاعدين يهضرو ما يوجهوش لي فيديو باش يطالبو بالحقوق ويهضروا انا على بالي انا قالوا انا سمعت انا درت انا درت يا وجه الدوله قال ما تقسمش قال ما تفرقناش قال ديو كامل قال هكذا نصرب بك راجل انا عسكري صح ماشي تقول انا انا نهايه العقد وحدي وهذا كيقول كذا وهذا كي 92 وهذا كاين 2002 علاه تهضروا الهضره يبا اليد في اليد وان شاء الله تطمر وان شاء الله نشوفو حنا المشاريع الكبيره والصغيره وربي يوفقنا ان شاء الله اصحاب الامراض الامراض المستعصيه اللي فاتوا اللي فاتوا في الخبره الطبيه اللي فاتوا في الخبره سواء ملف عسكري او مدني يزيدوا يلتحقوا بصناديق المعاشات ويديو الشاك ويديو شهادة الشطب ويروحوا إن شاء الله باش يزربوا يريقلوا لهم الأمر تاعهم يروحوا باش يريقلوا لهم الأمر تاعهم في صناديق المعاشات القائمة الإسمية تاع موسقي الولائيين راهي واجدة إن شاء الله غدوة العشية نطلقوها تاع الموسقي الولائي كاينة نقطة لي بدا شويه تحرك في المجال السياسي واحد في, الجمعيات وبعض الجمعيات من المجتمع المدني بداو يتصلوا بالمناضلين في التنسيقيه ولا بعض المنسقين وبداو انا نقول لكم في الفيديو هذا انا نقول لكم انا نقول في الفيديو هذا باش تسمعوني مليح مليح باغدو ما تقولوش يتفرقت ولا صرا ولا جرا وهذا يطعن في هذا انا نقول في الفيديو هذا من نسمعوا لي مليح مليح لو كان حنا نسمعوا من الاول كنا وتريقنا انا لكم الكتله تمشي مع بعضها تطلع ولا تهبط مع بعضنا حنا الا كان حنا الدوله ندير لم الشمل ومديره مدائرين هذو الجمعيات مساندة برنامج رئيس الجمهوريه حنا نمشيو كتنسيقيه بالكتله تاعنا ونخدموا مباشره مع الدوله نخدمو حنا ما الوساطه بيننا وبين ما يجي لا واحد الجمعيه لا حزب سياسي لا واحد حنا نخدمو مباشره حنا بعدا مع الدوله والمنسقين المنسقين ياخذ يخدموا مع السلطات الولائيه وتمشي نخدموا نخدموا مع الدوله حنا كذلك نخدموا مع الدوله وما نتفرقوش كي كتله الفيكتيف هذا تاعنا الوعاء هذا ما نخليوهش يتبعطر ويدخلوا في وسطنا ناس واحد يروح قوش واحد يروح ضربات واحد صفر واحد حمر واحد يولي هما كامل يصبوا في جهه ولو كان ما نهضروش هكذا يتفرق التنسيقيه هذه تولي كيما قلت لكم واحد الوقت في 2000 قلت لكم لو كان ما تحطوش اليد في اليد ترجع بالاسلحه وكل كور وحده وكل كور يدافع على الكور تاعو وها وصلنا ليها وراح نزيدو درك هي نهار توصل السياسه نلقاوها الدنيا راحت كل واحد وين راح كل واحد وين راح ومن بعد تلقاوها كامل تصب عند الدولة هادو كامل اللي جري صب عند الدولة إلا مع الدولة ديريكت حنا إلا كان استشرتنا الدولة باش نمشيو في برنامج حنا وعلاش باش نفتحو حنا البيروات وحنا اللي نوقفو ونخدمو مباشر مع الدولة علاه نخدمو مع الجمعية تاع المجتمع المدني ومجتمع ما واش ومجتمع 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 وتخلط علينا لو نتوما ما قادرينش على شقاكم تفتحو نتوما مكاتب كاين الكفاءة كاين عندكم سلاح الدرك الناس متقفه كاين اللي كان في الاداره كاين اللي كان في المحكمه كاين اللي كان في, في اي حاجه عندنا الاعلام عندنا كلش نخدموا حنا ديريكت علاه تخدموا مع هذه الفيات نخدموا حنا باش واحد ما غدوه ولا خره مع هذاك وكل واحد يجي يطمع في الفيكتيف وكل واحد يقول الفيكتيف وعندي انا ما نخدموا مع بعضنا مع الدوله واللي كاش ما نفضل الخير ينفض علينا كامل ايبا ما كان الناس تروح قوش دروات الله يجي يمليو عليك مناس من كاينه نقطة والنقطة الأهم كان كعسكري سابق في الجيش ولا في وزارة الدفاع الجزائرية الشيء اللي راه صاري في فلسطين نتكلم وانا هنا في الفيديو و نقدروا نقولوا حتى باسم التنسيقيه التنسيقيه قدماء الجيش حنا الكلام هضروه الهضره الاولين اصحاب الخبره واصحاب اهل الاختصاص باللي الجزائر مع فلسطين ظالمه ومظلومه وحنا نشوفوا فلسطين مظلومه الشيء اللي صار في فلسطين يعلم به ربي وحنا رانا نتبعو في الكبيره والصغيره ما جارة وما يجري ونتفرجوا في الدول اللي واقفة مع الكيان الصهيوني ونتفرجوا حتى في الدول المطبعة العربية المسلمة اللي مطبعة مع إسرائيل احنا نقول ربي ينصر المقاومة الفلسطينية برجلها البواسي ونطالبوا منهم يواصلوا العمليات القتاليه وعلى بالنا بل حرب 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 الحرب صعيبه وخاصه حرب المباني الشهداء لحد الان 900 شهيد و4500 جريح ربي يرحم الشهداء وربي يشفي المرضى والنساء تاع فلسطين ما همش. النساء الفلسطينيات ما همش عاقرين مازالوا يزيدوا يولدوا الرجال ان شاء الله و يجي وقتهم ويكبروا ان شاء الله ويبقوا يقاوموا يعني الشهداء هادو اللي ماتوا حنا نقولوا ربي يرحم ماتوا على ارضهم وشرفهم ومقدساتهم نقولوا ربي يرحمهم ربي يرحمهم ان شاء الله حنا نطالبوا وان شاء الله المقاومه الفلسطينيه تبقى على الاقل تقاوم لمده عام بالطريقه هذه وحرب العصابات حرب المباني صعيبه والحرب هذه لازم لازم تروح بطريقه اخرى وهي حرب والعمليات ما تحبش وان شاء الله ان شاء الله يضغطوا يضغطوا يضغطوا, يضغطوا. قد ما يقدروا وإذا كان هذا الكيان الصهيوني قاعد يضرب بالضرب العشوائي المقاومة إذا كان كان الضرب ولا القذف بالصواريخ على غزة عشوائي المقاومة لازم تضرب كذلك عشوائي ضربوا المدارس والأطفال يضربوا المدارس والأطفال أي حاجة يكون المثل تاعها يكون المثل تاعها وانا على بالي باللي الاسرائيليين هما اللي يحبسو وما يتفاوضوش في الاسرى هذا الوقت الحالي ما يتفاوضوش عليهم يواصلوا الحرب تاعهم وان شاء الله ينتصر الدول المطبعه باسرائيل اسرائيل كي تشوف المقاومه راهي تمشي والشهداء كاينين ونيتها بالتطبيع هذا وراهي تتبع في الكبيره والصغيره وإذا كان ما حساباتها عارف بلي الشعوب تاعها هي اللي تنوض ضدها راهي كذلك الشعوب كامله يتفرج في وسائل 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 للاعلام راهي الشعوب راهي تنتفض والقيادات تاعها والمسؤولين تاعها راهم يعودوا, يعودوا حساباتهم الا كان ما راهي راه ينوض الشعب ليهم هم هما بعد القيادات هذو والرؤساء الدول راهو الشعب هم اللي يدور عليه المقاومه لازم تبقى تخدم المقاومه راهي تبدا تبقى تخدم والدعم راهو يجيها ان شاء الله وربي ينصر الحق شهداء تاع فلسطين وحنا كما قلنا في الاول احنا مجلس مع فلسطين ظالمه ومظلومه ربي ينصرهم ان شاء الله وربي يرحم الشهداء اخواني مشطوبي الجيش الوطني الشعبي كملنا الفيديو هذا ان شاء الله سمعتوا النقاط اللي تكلمنا عليهم الاسبوع الجاي ان شاء الله نكونوا في العاصمه باش نشوفوا النقاط تاعنا اللي تكلمنا عليهم وانا اللي نشوف قدام خطره نهضر ونهضر على التعليقات السلبيه التعليقات السلبيه انا ما ندرس حتى واحد وما نشوف حتى الواحد انا السلبي طول له انا اللي سلبي يروح له انا مدير الفيسبوك هذا تاعي باسمي باسمي وننشر فيه غير على القضيه كون ننشر موضوع خارج القضيه كامل تعلق وتقول شوف واش تنشر وانا ما ندخلش حتى في الصفحات تاع الناس واش تنشر كل واحد حر في صفحته ولكن الس... لا شغل محجوز في التنسيقيه ما نقدرش حتى نهضر هضره زايده من النظر يجي يدخل واحد وانا ما عنديش الحق ندخل في واحد في الصفحه تاعو ولا الفيسبوك تاعو نقول واش راك تكتب وراك تقول يكتب واش يحب يبارك يعرس يفرح يحزن ينشر يتكلم انا ما نقولوش بصح الصفحه تاعي ولات ناس تكتب يخلي الفيسبوك تاعو ويدير فيسبوك جديد ويجي لهنايا لعندي وين ما يقول ما يحشم ما والو الناس تفرج الدوله تفرج السلطات تفرج الشعب العوايل الاولاد يجي يهضر هضره مش مليحه هذا الفيسبوك ماهوش تاع التنسيقيه هذا الفيسبوك تاع شامخ حنا قلنا وسائل التواصل الاجتماعي نسقو بها باش نوصلوا المعلومات لبعضانا ونتكاتفوا ما جيناش باش نهضروا لبعضانا ونعيروا بعضانا كاين ناس ربي يهديها ناس يستفزوا غير في الرجاله حنا فيسبوك هذا رانا درناه للقضيه للقضيه ما درنا حتى لشي حنا نهضروا على موضوع هضرنا على القضيه هضرنا واش راحين هضرنا على فلسطين هضرنا على القضيه تاعنا والسلام ما هضرناش كلام زايد ولا ما مليح يجي واحد بالفيسبوك يهضر هضره زايده هنا حنا وقلنا هاد القضيه اي قريب تفصل فيها الدوله وما يزيد في هادو الفيديوهات وما يكونوش هادو لي فيديو ما يكونوش واحد ما يزيد تلقى واحد انا على بالي هذا الفيديو تاعي والله هذا الاخر ما تزيد تقول غير يجي يهضر كاين شي حاجه جديده وما يكونش علاه من الشيء هذا الناس تنفر تروح تحكم ديارها وتريح هذا المشاكل اللي عندنا يعلم بها ربي واحد يجي يدخل في الفيديو يطول يهضر هضره ماشي مليحه ما يحشم بوالو عنده لا والنقمه ولا في ولا ولا ولا, ولا فيس كاين بعض المنشورات بعض المنشورات نشوفها في الفيسبوك لا نحشم نشوفها نحشم نشوفها سيتو في الصفحات الناس اللي فتحت الصفحات وخلاتها مفتوحة وراحت عاد من هبة ودبة ينشر فيها كون انا جيت ادمن في الصفحات كامل نغلق من الصفحات حطني في الصفحات هادوك ما تشوفش المنشور السلبي خلاص حطني ادمن ما تشوف ما تشوفهمش. مينو حنا قلنا عندنا قضية مع الدولة بيننا وبين الدولة قلنا عندنا قضية شوف كنجيبوها قلنا نلمو بعضانا ونمشيو قلنا الوضع تاعنا مش مليح جوش نزيدو نقرقبو ونزيدو نديرو ونديرو وندير حنا على بالنا قلنا معمرنا عمرنا نهضرو كلش بشفافيه كي نروح انا للبرلمان ولا نروح لمجلس الامه ولا نروح لدار ابراهيم وما يكونش الاستقبال والباب مغلوق وصرا وجرا والله بالفيديو ما في البلاصه قال لي عنده مشكل في الولايه وقدرنا نجيوه او وصلنا للسلطات وما له وبالمناسبة اليومين هادو الوالي ولاية سوكراس اللي نقولو اللي نقولو بارك الله فيك انت والطاقم اللي معاك الولائي على الساكن اللي, اللي, اللي في سوكراس سواء المتقاعدين المشطوبين نقولهم بارك الله فيكم وان شاء الله الولايات الجمهورية كاملة يكونوا كيما هادو حنا نجي نديرو فيديو ما يسمعش الموضوع وما يسمعش تعليق سلبي ويهضر هضره زايده لي ما يشتيش الحوايج هذو حنا قلنا نترفعو حنا وكبار حنا ونتعاملو مع دوله ما جاش جينا في السوق هنا حنا نتعاملو مع الدوله ما جيناش نلعبو هنا تكتب انت تعليق مارك يا مدير ولا سم تاعك ولا يشوفو فيك ضحكاو عليك هما مش عليا انا تقولوا نخرجوا للميدان نخرجوا للميدان هذا نشوفوا القضيه تاعنا اللي راهي ماشيه كيفاه ماشيه نار ما تعجبناش نخرج للميدان كي ما تعجبناش ونخرجوا ما تنعدليش انت الميدان ولا تحكيلي لي على الميدان ولا تقول انا ولا ما نعرفش انا انا تهني ونعرف حنا قلنا الوضع الحالي الوضع الامني دول الجوار والمسؤولين والمشاكل اللي فيها حنا يعلم بها ربي حنا نسعفوا بعضانا ونسعفوا شويه الدوله ونسناو حاجه نديوها وحاجه نتنازلوا عليها وحاجه نخليوها في الدراسه وحاجه في البلاصه مي تلقى واحد المستوى ما عرفش كام داير والله والله غير السمانه اللي فاتت غير ندير فيديو تاع الاستقانه انا اللي دا اللي ما داش ما انا يعني الله ربي يسهل على ولكن دخلوا الرجاله وحشمونا حشمونا رجاله وقالوا لنا بالعقل وموش هكذا ولازم انا نزيدو نصبروا على بعضنا شويه وكذا وقال لك الراجل اللي ما يديرش الوجه للرجاله ماهوش راجل قلنا خل نزيدو نصبروا سيدي وما تشوفش اللي في سيليتي وما تشوفش ولكن شوية لهذا أنا واش راح نقول إذا لك كان حابين تسويه. وتقولو بلك بالك شام ما يعلمش والله هكذا واحد يقول له ما على بالوش واحد يقول له يكذب واحد فيه وفيه حنا على بالنا بلي التسويه كاينه مي مو شكون اللي ضرنا حنا في التسويه ضرونا اصحابنا بالتعليقات وبالهضره اللي ويفرقوا انا كي كنت في التنسيقيه تاع المتقاعدين وكنا نمشي وكنا نخرجوا ودر صرا مصرى انا جامي درت فيديو ولا عيرت انا المشطوب هذا لما خرج والله وين كان ولا عليه راقد ولا لما جيتش ولا جامي درت انا انا والله ما نهضر انا نخدم بشي كاين حاضرة مية نخدم بمية حاضرة الف نخدم الف حاضرة عشرة نخدم بعشرة الاف مية الف مية من لو انا نخمم على اللي معايا اللي ما معي انا نهضر عليه اللي ما في التيرة انا نحوس عليه انا في التيرة مي معايا بستة واحد لا مع واحد جيم وهشام هشام الميدان قلت لك انا شامخه وخدموا بكري خدمنا نهار خدمنا نهار كان بالعين خدمنا الميدان وعيطنا وصرا مصره في التنسيقيه تاع المتقاعدين لليوم للنهار تاع اليوم بلاك وقفه قدام المحاكم المحاكم في الولايات اي فايت 1200 مناضل وقف وعندهم احكام قضائيه وبروسيات وعندهم وعندهم انا ما نحبش نهضر على الحوايج هادو ولكن نتوما تهضروا كنا نبداو نهضروا على النضال هذا كفا وش واش صراع صرا واش صرا فيه ما نخلصوش الليله هذه وليله لا خلاص الموضوع هذا حنا فتحنا الباب مشينا الباب اليوم وكنا مع الحكومه اليوم جات الباب هاي ماشيه هاي ماشيه ساعة نسكتو ساعة نهضرو ساعة بالدبلوماسية ساعة منا حتى نقضيو شغلنا ونروحو وما جيتش أنا للحرب ولا جيت نزيد على واحد ولا خايف من واحد للحفاظ على القضية وللحفاظ على الدولة وللحفاظ... الحفاظ حنا نمشيو بهاد الطريقة خليوها تمشي الحل يكون إن شاء الله حنا نلقاو الحلول مي خليوها تمشي وسمعوا بلينا كفرانا نهضرو ونحترمو بعضنا هذا مكان ما جيناش نبروفوكيو الناس ما جيناش على الناس وما جيناش نقول حنا وبعدنا الطوفان إذا كان حنا خدمنا مع الإرهاب راه كاينه ناس خدمت داخل الوطن وخارج الوطن ويسكت كاين ناس خدمت ديسكتر علينا ويسكت وكاين 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 ما في التفاصيل هذه ايبا شي اللي حنا خدمناه وخدمناه والموضوع تاع الارهاب انا ما نحبش نجبدو ما نهضر فيه خليونا نروحو للاحسن خليونا نروحو القضيه تاعنا صراو فيها قوانين صراو فيها محادثات بين القيادات صراو فيها اجتماعات صرا ما صرا حنا وعلى المشارف يعني كون نبقاو ككتلة ونحترموا بعضنا او نتريقلو بيا كيما حاب تاعنا راهي تصدر في حقنا قرارات ومن بعد اللي دا يقول لك انا تهنيت واللي ما يقول لك كلحوني وهربوا عليا ايبا خليوها من الموما مجموعين مع بعضانا وما يتنوح حتى واحد ونديو كامل ونوقفوا مع بعضانا ونوقفوا مع دولتنا هذا واش راح كاينين بعض كاينين بعض الناس داخل خارج الوطن كاين اللي داخل الوطن هنا ما يبانوش ما يبانوش يطلقوا السموم تاعهم وكاين اللي خارج الوطن خارج ليها على العلن واحد في الطليان واحد فرنسا واحد في الانجليز واحد واحد انا مش ما نسميهمش ما تعرفوه هذوك الناس والله كامل راهم سالكين من عند الجهات شي من المخزن شي من فرنسا شي من عند اليهود شي شي ما تسمعوا ليهم ما والو اللي يهضر ربي يسهل عليه اللي يهضر اللي يهضر ربي يسهل عليه وما راهمش ولاد اصل ما راهمش ولاد اصل وحنا ميبروفوكيو فينا ويلحوا فينا ويهضروا علينا كان صابو كنا البلاد وبينا حنا اللي نوضو المشكل وحنا اللي نحرقو وحنا اللي نكسر وحنا اللي نفسدو وحنا اللي نحكمو الجبل وحنا اللي ندخلو السلاح وحنا اللي وحنا باش هما يقول لك ها هاي طمرت بايس الكون مليح يبا خليو القضية تاعنا خليو المشكل بيننا وبين الدولة خليو القضية هنا خليو القضية هناك شو ما باش فرج علينا ربي خليوها بينا بيناتنا حنا وخليو وخليوها بينا وبين دولتنا وان شاء الله يكون الحل الحل عن قريب هذا واش راح نقول لكم وتهلاو في رواحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته